هذه الزيارة؟ هل هي هجمة دبلوماسية للمملكة من أجل حشد الدعم، أم هي بالأول أولا وأخيرا ربما محاولة لوضع موطئ قدم للمشاريع الاقتصادية المغربية؟ أم الاثنين معا؟ أود فقط العودة إلى مسألة الانسحاب من منظمة الاتحاد الإفريقي في عام 1984 على عهد الراحل الحسن الثاني. هذه الخطوة كان فيها سوء تقدير كبير، وكانت خطأ كبيرا دفع المغرب ثمنه في السنوات التي تلت هذا القرار. يعني ترك المغرب مكانه شاغرا في الاتحاد، وكأننا لا ننتمي إلى قارة اسمها إفريقيا، مع أننا الانتماء الأول أساسا الذي يجب أن نراهن عليه ونشتغل عليه أكثر هو الانتماء للاتحاد الإفريقي، انتماءنا الإفريقي. إذن هذا الفراغ جاء ذلك ربما في إطار سياسة معينة، ظرفية معينة، احتجاجا على قبول الجمهورية الصحراوية. نعم هذا مؤكد، احتجاجا على، ولكن الخروج احتجاجا على، لكن قبول. يبقى ذلك سوء تقدير، يبقى سوء تقدير، لأن الآن المغرب يراهن على العودة إلى الاتحاد الإفريقي ولم يتغير شيء. ما تزال منظمة البوليزاريو عضوة في الاتحاد الإفريقي، يعني لم يتغير هناك شيء. المغرب يراهن على أن يتم طرد أو تجميد عضوية البوليزاريو في المنظمة، وهذا أمر يبدو صعبا للغاية، لأن ليست يبدو أنه تخلى نوعا ما عن هذه الفكرة. لا، الآليات ليست هناك آلية مبدئيا، يعني هناك المبادئ، هناك القانون، هناك قانون الاتحاد الإفريقي. القانون يتكون من حوالي 33 مادة، لا تنص أي مادة من هذه المواد القانون الاتحاد الإفريقي على آلية يعني تنص على تجميد أو طرد عضو معين. هناك البند الخاص بالعقوبات لا يتضمن أي شيء من هذا القبيل. يعني الرهان يبدو صعبا نوعا ما، ولكن يبقى التحرك الدبلوماسي رغم كل شيء يبقى محمودا، ومن أجل اللعب في ملعب الخصم ومحاولة حشد الدعم من أجل، لأن لما عاد المغرب عبر الرسالة التي وجهها الملك إلى القمة 27 لقمة الاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة كيغالي برواندا، كانت هناك عبارة مهمة هي علاج الجسم من المريض، علاج الجسم المريض من الداخل أنجع من علاجه من الخارج. يعني ضمنيا لابد من الوجود، ربما حتى وإن كان، لا كنت أفهم، حتى وإن كانت، يعني لابد من الرجوع إلى لابد من العودة إلى داخل جسم الاتحاد الإفريقي والعمل من أجل مصلحة إفريقيا وكل قضايا، ومصلحة حتى قضايا المغرب. لكن في الواقع هذه التحركات تبقى إيجابية، ولكن هناك مشكلة حقيقية بالنسبة لملف الصحراء، هو احتكاره دائما من طرف القصر، وهذه مشكلة في حد ذاتها. والحد الآن منذ أن أمسك القصر بهذا الملف لم نجني فيه في الواقع أي انتصارات، ولا أي احتكار من قبل القصر ربما كجولة السياسة الخارجية المغربية، يعني احتكار من قبل القصر طبعا، ولكن في الواقع هذا لم يثبت نجاعته. يعني المفروض أنه القضية الصحراء تكون قضية هي شأن عام لكل المواطنين. طيب إلى من يجب إيكال هذه القضية إذن؟ أن يلعب البرلمان دوره، أن تلعب الحكومة دورها، أن يلعب رئيس الحكومة المنتخب دوره في هذا الملف. يعني أن تضل هناك أحيانا الأخبار تسمع تقرأ في الصحف والمواطن البسيط لا يعلم عنها شيئا. قرارات مهمة جدا، القضية الصحراء هي تهم المغاربة، وهي قضية تبقى استراتيجية. فعلا هناك اختلاف بخصوص، هناك بعض الفئات تتفق على تقرير المصير، ولكن أظن أن غالبية المغاربة هم مع قضية الصحراء. ولكن هناك طروحات، هناك من يترك الحبل على غاربه ويترك الأمر يعني الدفاع عن قضية الصحراء هكذا بدون هناك من تحدث عن غياب الاستراتيجية المغربية واضحة في هذا الأمر. طبعا هناك غياب استراتيجية واضحة في هذه المسألة. الحل قضية الصحراء لن يتم بحشد الدعم طبعا، هذا مهم، لكن الديمقراطية
أساسية من أجل يعني حتى نكون في تقوية البيت الداخلي، حتى نكون أكثر قوة وأكثر نجاعة ربما وفاعلية. سيد حسين الحمود، لا تتفق من أن بأن لا توجد استراتيجية مغربية في هذا الموضوع؟ لا لا أتفق على هذا الموضوع. لا 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 أتفق مع الموضوع. هو الموضوع بشكل بسيط جدا، يعني نحن جميعا متفقون، وحتى التجربة السياسية أثبت ذلك، أن المغرب أخطأ خطأ كبير عندما قرر الابتعاد عن الاتحاد الإفريقي، لكن وقتها كان قرارا تفرضه السيادة المغربية في ظروف معينة سياسية إقليمية معينة، يعني كانت ظروف خاصة. لكن بعد هذه السنوات، يعني بعد أزيد من هذه 20 سنة على هذا الموضوع، وخاصة يعني السبب الذي أدى بالمغرب إلى أن يغير هذا القرار الاستراتيجي هو ماذا؟ وأن هناك 3 أمور غيرت هذه المسألة. هناك أزمة حدثت بين المغرب وبين فرنسا، تجلياتها ظهرت في كتاب، ظهرت في تقرير قدمته فرانس دي إلى آخره، مدة أكثر من سنة. هناك أزمة حادة حدثت بين المغرب وبين الجزائر، أو يعني الأزمة تفجرت من جديد. شكلت اللجنة الأمم المتحدة الدولية التي كانت مكلفة بمتابعة ملف الصحراء ربما انحازت قليلا اتجاه الجزائر، وقتها أدانت المغرب تصريحات المبعوث الدولي على عندما قال بأن الصحراء أرض محتلة، عندما قال أن الصحراء أرض محتلة. الأزمة الثالثة هي الأزمة السياسية الحادة التي حدثت بين المغرب وبين موريتانيا، وكادت تضفي الأزمة عن تحالف بين موريتانيا وبين الجزائر، ما سيغرق الخط الاقتصادي البري الوحيد لدى المغرب إلى دول غرب إفريقيا. هنا ما الذي حدث؟ ما حدث أنه في الأزمة الأولى ضغطت، استخدمت فرنسا ورقة الدول يعني مستعمراتها السابقة في الضغط داخل لقرار باتجاه التأثير على قرار الاتحاد الإفريقي ضد المغرب كورقة ضغط. ماذا فعلت الجزائر عندما حدث الأزمة بينها؟ نفس الشيء. موريتانيا وقتها كانت رئيسة القمة العربية، نفس الشيء رئيسة الاتحاد الإفريقي وقتها على ما أعتقد، عفوا، وساهمت في دعم الموقف الجزائري. الآن هنا المغرب أفاق على وضع جديد، هو أن الاتحاد الإفريقي لم نعد نستطيع أن نتجاهله بعد اليوم، لأنه أصبح يعني في الماضي لم يكن يعني له تأثير كبير، لأنه نحن كنا نستعيد عن العلاقات بالأفارقة بالعلاقات بالخارج بالأمريكان وغيرهم، كنا نستعيد عنها أيضا بالاستثمارات وبالبنوك المغربية وبحتى التيارات الدينية، يعني الطرق التجانية وغيرها التي لديها مئات الملايين والزوايا وما إلى غيره. كنا نستعيد عن الوجود في الاتحاد الإفريقي بهذا الموضوع. اليوم لم يعد ذلك ممكنا، لأنه أصبحنا نرى أن هل أدرك المغرب بأن حلفاء الأمس قد ينقلبون عليه في يوم من الأيام؟ أدرك أن ليس قد، طبعا قد ينقلب عليه، لا شيء هناك بعد الأزمة مثلا مع فرنسا، صح، لا شيء هناك في السياسة مستحيل. لكن ما أدركه المغرب الآن، ورجوعا إلى الكلمة التي قالها العاهل المغربي، هو أنه علاج الجسم من الداخل أنجع من علاجه من الخارج. يعني ماذا؟ يعني أنت كنت، أو النظام المغربي كان يعتقد، المغربي كان يعتقد أنه نستطيع أن نتحكم في الموضوع من الخارج ولا داعي للاتحاد الإفريقي. هذا ما قلته أنا الآن. يعني الأزمات السياسية التي مرت بالمغرب وأثبتت أن هناك دول أصبحت تستخدم ورقة الاتحاد الإفريقي للضغط على المغرب، أثبتت للمغرب أنه نحن يجب أن نملأ هذا الفراغ ويجب أن نعود للاتحاد الإفريقي. طيب هل ينالوا المغرب إذا كان ممكن في نفس الإطار دائما لم يعد من الممكن البقاء خارج الاتحاد الأوروبي؟ لماذا؟ لأن الاتحاد الإفريقي، عفوا، لأن الاتحاد الإفريقي أصبح اليوم يلعب دورا كبيرا وأصبح مخاطبا لمجموعة من القوى الدولية والفاعلين الدوليين الأساسيين. طبعا هو المخاطب المنتدى الصيني والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. لا يمكن الآن البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، لأن الخاسر الأكبر هو المغرب. هل ينال المغرب مبتغاه عبر هذه الزيارة، هذه الجولة إلى شرق إفريقيا؟ أنا أظن أن الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة هي بصدد تسجيل نقاط على خصومها. المغرب سياسة الكرسي الشاغر أثبتت عدم جدواها، لكن أنا أتصور أن الاقتصاد هو المحدد في السياسة حسب رأيي. المغرب اليوم أحببنا مكرهنا قوة اقتصادية صاعدة، يعني بإمكانيات محترمة، يعني بصراحة يعني المغرب اليوم مقارنة ربما مع دول الجوار، مع دول الجوار المغرب قوة اقتصادية صاعدة ولها استثمارات، يعني على سبيل الذكر والحصر، وقت اللي نشوف مثلا القوة المالية المغربية عبر رأس حربتها تجاري بنك موجود في أوروبا وفي إفريقيا في كل المواقع، يعني على سبيل الذكر الحصر الشركات المغربية موجودة في إفريقيا في العالم العربي في كل مكان.
إذن اليوم هذا يعني الحجم الاقتصادي يلزم سياسيا يكون عنده كذلك يعني موقع. إذن في هذا الإطار الدبلوماسية المغربية عدلت موقفها فيما يخص انضمامها للاتحاد الإفريقي. حاجة أخرى، في شهر سبتمبر عندما طلب الملك رسميا من الاتحاد الإفريقي عملية إعادة انضمام المغرب إلى كانت له أصدقاء أساسا في الدول غرب إفريقيا، وهي الدول الفرنكوفونية كما الجابون ومثل هذه الدول التي ساهمت بشكل كبير في رفع العزلة الدبلوماسية على المغرب في القارة الإفريقية. اليوم الذكاء الدبلوماسية المغربية فاش يتمثل في ذهابها إلى مواقع ودول كانت تعتبر حلفاء استراتيجيين لخصمها الدبلوماسي في إفريقيا اللي هي الجزائر، وخاصة هذه الدول التي كانت تدعم كل ما يسمى بقوى التحرر الوطني مثلا رواندا في بول كاغامي. ذهاب رواندا لها 7% نسبة النمو الاقتصادي، 7% يعني من الدول تنزانيا أثيوبيا، هذه البلدان الأنجلو ساكسونية الناطقة بالإنجليزية، هذه البلدان ولا يعني لأنك تشير إلى اللغة الإنجليزية، المغرب يسعى أيضا إلى تجاوز عائق اللغة ويذهب نحو أنجلوساكسونية. نعم يذهب يبحث نحو توجه أنجلوساكسوني. إذن هذه البلدان بالنسبة له، خاصة إذا رأينا الفريق المرافق الذي ذهب مع الملك في هذه الزيارة، يعني قيمة الفريق إلى جانب مستشاره الخاص عالي الهمة، كذلك وزراء يعني ورجال أعمال مغاربة باش يستثمروا في رواندا وفي بقية البلدان الإفريقية. وفد على مستوى القمة يعني ذهب سيدة فتيحة. فقط أعود إلى هذه مسألة الاستثمار كأداة لبحث عن حلفاء جدد من أجل استعادة يعني الكرسي الاتحاد الأوروبي. ربما نرى يوما المغرب عضوا في الاتحاد الأوروبي، هذا يبقى بعيد من نوعا ما. المغرب قوة اقتصادية صاعدة، هذا موضوع فيه نقاش، لأن القوة الصاعدة تقاس بمدى الرفاه الاجتماعي داخل البلد الواحد. يعني الوضع في المغرب لا يكاد يعني عاقل، لكن ربما كان يتحدث السيد نجيب عن الاستثمارات التي يقوم بها المغرب في رجال أعمال، ولكن هذه الاستثمارات لا تعود بالنفع على المستوى الوطني، لا نرى منها شيئا، كمواطن بسيط لا يرى شيئا من هذه الاستثمارات. هي وسيلة ربما من الوسائل التي يستعملها المغرب من أجل حشد الدعم، من أجل البحث عن حلفاء جدد. أما القول بأنه قوة اقتصادية صاعدة وهذا، فالقوى الاقتصادية الصاعدة تقاس بالمستوى المعيشي للمواطن. لننزل إلى العالم القروي في المغرب ونرى إذا كان المغرب فعلا قوة اقتصادية. إذن هذا مطلق لا ندخل فقط حتى لأن الوقت قصير جدا ويجب أن نمر إلى أفهم فقط. ليس المغرب إذا كان يقوم بهذه الجولة فهناك مصالح وراءها، ومصالح ربما هي في العائدات سيستفيد منها رجال الأعمال أكثر مما سيستفيد منها المواطن البسيط فقط. يعني داخل هذا الموضوع داخل في إطار حملة لحشد الدم أو البحث عن حلفاء جدد فقط. طيب أنتقل إلى الموضوع الثالث، نتحدث عن تونس، نبقى في مجال الاقتصاد والاستثمار، وفي وقت تستعد فيه تونس لاحتضان مؤتمر دولي حول الاستثمار نهاية الشهر المقبل، تعاني البلاد من نزيف حاد في رجال أعمالها، وبالتالي في الرسامير التي بات رجل الأعمال التونسي يفضل استثمارها في دول كالمغرب أو السنغال، فكيف تعتزم تونس جلب استثمارات دولية في الوقت الذي يغادر فيه رجال أعمالها نحو بلدان أخرى؟ سؤال أطرحه عليك سيد نجيب. نعم للأسف الشديد يعني هناك مشكلة كبيرة في رجال الأعمال والاستثمارات التونسية. نعم الأرقام تتحدث عن هجرة أكثر من 2000 رجل أعمال من تونس منذ 2011. الثورة التونسية عندما قامت يعني الشعار المركزي الذي قامت من أجله كان الشغل حرية كرامة وطنية. لا يمكن الحديث عن شغل أي خلق مواطن شغل في غياب استثمار، أي في غياب رجال أعمال يقومون باستثمارات في البلاد. للأسف الشديد ما أعيبه على النخبة السياسية التونسية أنها من 2011 رغم أن المطلب الأساسي للثورة كان مطالب اجتماعية، مطالب من أجل التشغيل
طبعا المطالب من أجل الحريات من أجل كذا كانت كذلك مطالب هامة، لكن المطالب الأساسية كانت من أجل التشغيل، كانت من أجل عدالة اجتماعية، كانت من أجل عدالة جهوية لإخراج